يا اخي انا عندي اجتماعي راه من 24 كما يعني الجميع فالمؤسسات المهنيه ومجلس الهيئه على ضوء القرار الذي صدر والذي له علاقه بالدوره الثلاثيه اتخذ مجموعه من الاجراءات كان هدفها هو حمايه مبادئ مهنه المحاماه وحمايه مبادئ الدستوريه وحمايه الحق في الولوج للعداله وحمايه مبادئ المحاكمه العادله. كما تعلمون بانه قرار من هذا النوع لم يراعي حتى قانون منظم لحد الطوارئ الصحيه اللي كينص في الماده 3 على انه لابد من يعني ان التدابير المتخذه سواء كانت تشريعيه او تنظيميه او اداريه ينبغي ان لا ينبغي ان تحول واستمرار المرافق العمل الحيويه والمرافق او ينبغي ان تحول وينبغي ان تضمن استمرار مرافق العمل الحيويه ومرافق العداله كان مرافق حيوي. اذا كان لابد من اكثر من هذا فانه لم تكن هناك مقاربه تشاركيه احتراما للمبادئ الدستوريه لكي يكون هناك سميتو قاعده معينه تاخذ بعين الاعتبار كل اراء كل الفرقاء لكي تكون اكثر جوده. بطبيعه الحال ان بناء عليه تم مجلس الهيئه قرر تنظيم هذه الوقفه ولكن الحمد لله نتيجه التواصل الذي هو مستمر مع السادة المسؤولين القضائيين والسادة المشرفين على قطاع العدل تم الوصول إلى انفراج مرتبط على اعتبار أنه الذي له الصلاحية أن يشرف على المحاماة وعلى المحامين والإشراف على احترامه من طبيعة الحال للنظام العام واحترامه للتدابير والممارسة في إطار الأعراف والتقاليد هم المؤسسة المهنية. المؤسسة المهنية سواء نقيب الهيئة أو المجلس بطبيعة الحال هما اللي عنده عمليات الإشراف وأن أي جهة أخرى ليس لها الحق أن تطلب من المحامي التقيد من مبادئ وأعراف وقوانين المهنة وكذلك اعتبر أن المحاماة هما جزء نتاج من أسرة العدالة وهم جزء أصيل في قصر العدالة والمحاكم. من طبيعة الحال أن المؤسسة المهنية ينبغي أن تكون دائما مشاركة بشكل فعلي وفعال من اجل سميتو تطبيق الامثل للقانون والحفاظ على توازن ميزان العداله ما بين الدفاع وكل المكونات الاخرى من اجل ان نصل الى المحاكمه العادله وضمان الوجود المستنير. بطبيعه الحال هذا ادى الى ان الكل تفهم على ان المحامي لا يمكن ان يطلب منه اي كان اي اجراء من غير البدله السوداء التي لها علاقه بالمحكمه. اذا فولوجه وتواجده بالمحكمه هو تواجد اصيل وهو جزء يتجزا من العداله وعلى هذا الاساس فان الجهات او التي لها او التي لها صلاحيه ان تطلب من المحامي اجراء من اجراءات او تقيد معين هو المؤسسه المهنيه. ومن طبيعه الحال هذا ادى الى انفراج كبير جدا ونتمنى ان تعود الامور الى مجراها ونتمنى ان تم احترام القانون من طرف الجميع لان غايتنا وهدفنا جميعا ومن طبيعه الحال الحد من هذا الوباء اللي سبق ان صرحنا بان المحامون كانوا سبقونا الى المشاركه بفعاليه في جميع الاجراءات المتخذه من اجل مقاربه الوباء ولكن في نفس الوقت فنحن لنا رساله لا يمكن التنازل عنها وهي ضمان المحاكمة العادلة وحماية الولوج المستنير. ومن طبيعة الحال فبعودة الأمور إلى مجاريها فكل نستطيع سنسعى وسنتمسك وسندافع على ضرورة احترام المبادئ الدستورية ضرورة احترام القانون ضرورة تمكين كل المتفقي العدالة من حقهم في المحاكمة العادلة ومن حقهم في الولوج المستنير ومتمثل العدالة.